تطلع المشاهدين. مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا الآن في تاكسي مع الأخ رشيد. رشيد سائق سيارة الأجرة صغيرة بمدينة ورزازات، اللي تبارك الله عليه كنتمناو يكونوا الناس بحاله، اللي كيوقف مع المرضى، مش عارف بالشرط يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من الناس اللي عندهم تصفية الدم، يعني القصور كلوي. ياك سي رشيد؟ احنا مع سي رشيد في جولة بمدينة ورزازات. عاود لينا شنو خلاه يدير هاد المبادرة؟ يعني كاع كنعرفوا الخير، كاع كنعرفوا سميتو، ولكن قليل اللي كيدير الخير. السلام عليكم سي رشيد. السلام ورحمة الله الأخت زهيرة. مرحبا بك معنا. بارك الله فيك الأخت زهيرة، شكرا. وكنشكرك بزاف على هاد المبادرة بزاف اللي كديروا، هاد العمل التطوعي. الله يبارك فيك أختي، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. شحال هادي وأنت كدير هاد العمل؟ شحال نقول لك، تقريبا واحد 3 سنين هادي باش تلقى واحد السيد في شارع محمد الخامس. هو واحد السيد مسكين معاق وكيسعى، نسعوا الله تعالى كاملين. وجاتني الفكره، قلت ما يمكنش بهذا السيد هذا تندوز شحال مره كنلقاه واقف، وكنوقف كنهزو وكنديه حتى المنزل ديالو، وكيجبد المسكين تيبغي يخلصني، كنقول له لا ما نتخلص. من تما جاتني الفكره، على اساس ما يمكنش شي معاق نتخلص فيه كيما كان نوعه. و شحال نقول لك، اللي لعبها صافي. الناس مساكين تيعانيو زعما في هذه المدينه، والله الناس كيعانيو، الناس كيعانيو في هذه المدينه صراحه، مشكل. الناس مرض، الناس هاد المعاقين، باش مسكين ما عندوش باش يشد الطاكسي، ما تيخرج يسعى. كاين عاود ناس اخرين مساكين ديال القصور الكلوي، يعني ولو يكون عنده، ولو كان عنده يعني راه باش يدير الحصه ب 16000، راه الله يكون في العون، باش غادي يخلص هذه الحصه ب 16000. هما كنعرفوا الاشكال علاش انا درت، علاش درت انا هذا الاعلان في الطاكسي، لان ما كنعرفوهمش، بالاخص الناس ديال دول القصور الكلوي ما معروفينش، لان ما كيبانوش. ودرتها علقتها في السياره باش يطلع الانسان يكون عنده القصر الكلوي ما يخلص، سواء نكون انا سواء يكون السائق الاخر ما يخلص. مرض مكلفه. مرض مكلفه. تصور يقدر هذا السيد هذا يجمع ثمن الحصه، يطلب عليها يشوف يخدم ولا شنو يدير مسكين، ولا يعاونوه ناس محسنين، ولا شوف الله اعلم مسكين كل ظروفه وما تلقاش عنده 5 درهم باش يخلص طاكسي. وما كاينش، ما تيقدروش يمدوا يديهم، مساكين ما تيقدروش يمدوا يديهم، لانه باش يمد يديه كيشوفوا شي واحد مثلا كيقول هذا علاش مد يديه، هذا صحيح راه صحيح لاباس عليه، صحيح ماله علاش مد يديه، وما عارفوش بانه مسكنا راه كيدير الدياليز. يعني الانسان اللي كيدير الدياليز راه واخا يكون عنده اللي غيكون، راه مكلف. لان انا واحد ولد الخال ديالي الله يرحمه كان تيدير الدياليز، رغم كان السيد لاباس عليه بخير وعلى خير، يعني كان بائع ديال الدجاج، يعني لاباس عليه مزيان، ولكن رغم زعما هذاك اللالا كان، يعني كاينه القساوه ديال سميتو بزاف، يعني الجما تخلص الجما، الله يكون في العون صراحه. وجاتني هذه الفكره على اساس باش وكنوجه النداء زعما الناس اللي هنا في ورزازات، اي انسان من ذوي الاحتياجات الخاصه ولا تيدير الدياليز مرحبا به. مستعد تعاونهم؟ مستعد من كل شيء. شتك كتبكي دابا كتهضر على هاد الفئه هادي من هاد الناس هادو اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه والناس القصور الكلوي. ما شاء الله. شنو خلاك تبكي؟ واش عندك شي واحد من العائله عنده نفس المرض؟ كان توفى بعد المرض ديال الدياليز ولد خالي، يعني ولد الخال ديالي توفى بعد الاجتماع، وكنت نمشي مع لمراكش، انا اللي كنديه لمراكش، تتوفى في مراكش، وانا اللي حضرت في الوفاه ديالو في مراكش. ما كانوش مراكز التصفيه هنا في ورزازات؟ كان ديك الساعه مركز التصفيه اللي كان ديال المستشفى، وكانوا يعني عدد الاسرى يعني محدوده، وكانوا في ليست داتونت، وتسنى يعني الله يجزاه بخير من هذا المنبر الدكتوره امنيه الدكاري،
انها كانت كنشكر امي دوك الدكتوره امي حقيقه لانها كانت واقفه بزاف مع مرضى الفصول الكلوي بمستشفى سيدي حسين بن ناصر. ونزيدك سي رشيد هذه المعلومه هذه ملي جبدتي دكتوره امنيه ان نزيدك هذه المعلومه بان الاب ديالي هو اللي كان رئيس ديال جمعيه ديال الفصول الكلوي هو اللي دار ديك الجمعيه. تصور في 3 شهور باش دارت الجمعيه الاب ديالي تصاب حتى هو بالقصور الكلوي. لا اله الا الله ما شاء الله الله يرحمه ويستر. امين يا ربي اللهم امين. الله يخلي لها وليدتها الدكتوره امنيه الدكالي لانها كانت تتعامل مع 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 المرضى بواحد الشكل ديال الانسانيه وباقيه ولحد الان باقي كتعامل بالانسانيه. من هذا المنبر كنشكرها الله يجزيها بخير. شكرا لك. الطريقه ديالها ديال التعامل مع المرضى كتعامل معاهم بحال شي وليدات صغيورين. شوف سبحان الله العظيم جابتها الوقت باش نذكروا دكتوره امي. سبحان الله غير صدفه سبحان الله. علاش؟ لان من 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 الاطباء الكوف هنا في ورزازات اللي قدمات واحد العمل خيري انساني داخل المستشفى، والان مازالت كتقدم العمل ديالها داخل المصحه ديالها. ومن هذا المنبر حتى هي كنشكروها لان انسانه في المستوى. طلبوا لها الله التيسير ان شاء الله. شكرا. شنو الرساله ديالك اخويا رشيد؟ الرساله ديالي للاخوان ديال الطاكسيات الله يجزيهم بخير، يحاولوا ما امكن الا شافوا شي معاق ولا شافوا شي انسان ديال القصر الكلوي ما يتخلصوش فيه ويوقفوا ويقدموا ليه اليد المساعده حتى يوصلوه يا اما لمركز التصفيه واما الى المنزل ديالو. وحتى المعاقين اللي غادي يمشي مثلا المستشفى سيدي حسين او البوكافر او مثلا من الناس اللي كيسعوا نسعوا الله كيجيو للسونتر باش كيطلبوا مساكين حتى هما تنتمنوهم الله تعالى الله يعوضهم ان شاء الله. هادشي شكرا خويا رشيد. شكرا اختي بارك الله فيك. الله يسهل عليك ويكثر من امثالك. الله يكرمك. وكما قلتي كنطلبوا من صحاب الطاكسيات يوقفوا، لقوا واحد الانسان مريض، لقوا واحد الانسان سولوا، يقدر هذاك الانسان ما عندوش ديك 5 دراهم ونفسه ما تعطيهش مسكين باش يقول لك وصلني، وكيكابر باش يوصل لدارو وهو ما عندوش جاب. احنا رساله للاخوان الله يجزيهم بخير. هذا ماشي كنفرض عليهم وانما غير من الجانب الانساني، من باب الانسانيه. الله يرحم ليهم الوالدين الله يجزيهم بخير. ربي كيعوض، راه ما يخلصكش واحد المعاق ولا واحد الانسان كيدير الدياليز، راه كيجيب الله اللي كيخلص عليه وكينجيك الله من بزاف ديال الافات والحوادث. والله يحفظ الوليدات للجميع. هادشي نطلب الله. وتنشكر الاخت زهيره على يعني التغطيه ديالها لجميع الامور هنا في ورزازات، يعني لا العامه ولا الخاصه. والله يجزيكم بخير. راه منابر الاعلاميه هنا في ورزازات خاص ضروري باش تكون باش تعطي واحد الدفعه لهذه المنطقه لهذه المدينه هذه. لان راه سبحان الله العظيم ما عرفتش شنو واقع، لانه حنا كنتمنوا المدينه تزيد للقدام، فاذا بنا المدينه غاديه ترجع للور. ما عرفتش شنو هو الاسباب. الطاقه الشمسيه اكبر مشروع عالمي، والمدينه راجعه للور. لا اله الا الله وصافي. الله يطول عمرك. الناس كلهم في لي كومونتير تبارك الله كيشكروك وكيقول لك زيد في العمل التطوعي ديالك والله يكثر من امثالك. و الى اللقاء في مباشر اخر في مدينه ورزازات. السلام عليكم ورحمه الله. صح ورحمه الله. شكرا اختي زايره.